لحد دلوقتي تقريبا كان نطق واحد اللي هو الحرف اللي بقى واحد، مثلا النون ليه نون ما تتغيرش الى اخره، وبعدين بدينا في الاحرف اللي هي اكثر من نطق، خلصنا اليوتا، خلصنا الفيتا، وده ثالث واحد اللي هو الدلتا. دلتا جو نقطتين، ذا ذا زي ذا، لكن ذا بالانجليزي ولما نعرف في مصر اللي متعودين نقولها ذا ذا بوي وذا كينج كده ما تنفعش، هي ذا. فالدلتا بنطق ذا او دال. امتى بقى بنطق دال؟ لو كانت في اسم، زي مثلا هنا شايفين في الشاشه دافيد مثلا، ما بنقولش دافيد، نقول دافيد. ودانيال اسمه دانييل، دانييل بالدال. انما الكلام الثاني انا حاطط منه كلمه مثال يعني اللي هي دوكسا، اللي نقولها ايه؟ دوكسا دوكسا. الورقه ده هيتوزع عليكم، يعني تكتب الحاجه المهمه، انما كل الحاجات دي هتتوزع عليكم، اتعمل منها نسخ اوريدي وهتتوزع عليكم. الحرف اللي بعد كده، الحرف اللي بعد كده بقى اللي هو ايوه بطل نيمز، اسامي الناس، في اسامي ناس الديبنس على حسب، يعني مش شرط، لانه برضه يعني احنا بنحاول دايما في الابتي الناس العاديه نحطوا الابتي في بوكس كده ملوش اكسبشنز، وده ولا لغه في الدنيا كلها كده، يعني حتى العربي مثلا لما نكتب تكتب منى مثلا، كلمه منى وما تكتبهاش بالالف، بتكتبها بالياء المكسوره على طول، يعني اقصد كل لغه ولها اكسبشن لحاجه ثانيه. فاحنا لما نقول في الاسامي في الاداب يمكن في بعض اسماء هنضطر نقولها، زي مثلا ما تقول ثيودوروس ده بتاع، في بعض ناس ولو انه ثيودوروس جايه من ايه؟ من ثيو يعني ربنا، ودوروس يعني هديه، انما لو قلت انت الهديه دي كلمه لوحدها بنقولها ذور، ما بنقولهاش دور، مع انها لما تتشبك مع ثيو تبقى ثيو دوروس بالدال. فانت دلوقتي لما تقول لي هي هديه دي دور ولا ذور، هي لما تبقى لوحدها ذور، لو شبكتها في الاسم تبقى ثيو دوروس بالدال. فعشان كده ده اللي اقصد اقوله، اللغات بتاخدها بالسمع، كل ما تسمع الكلام اكتر، انما كل ما تحاول بقى تحط بقى تطيب القاعده، لو كانت لوحديها بالذات ولو شبكتها في حاجه ثانيه بالذات